ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية، ماذا عن آخر التطورات لديك فيما يتعلق بالمعبر وأيضا القوافل الإغاثية والمساعدات واستمرارها سواء كانت من مصر أو دول أخرى؟ نعم، بعد التحية، لم تتوقف هذه القوافل الإنسانية عن يعني التوجه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأيضا يعني سواء المساعدات التي ترسلها الدول أو حتى المساعدات المصرية. ونتحدث عن اليوم تحديدا، يعني كان هناك حركة متزايدة أمام معبر رفح سواء فيما يتعلق بدخول الشاحنات. يعني نتحدث على أن اليوم تحديدا وفي صباح هذا اليوم دخلت دفعة من الشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وعبر أيضا منفذ العوجة. نتحدث عن 111 شاحنة توجهوا بالفعل إلى منفذ العوجة. تخضع هذه الشاحنات إلى إجراءات التفتيش ثم التوجه إلى الجانب الفلسطيني. لكن على الجانب الآخر أيضا، أو الجانب الفلسطيني، وصل 40 شاحنة اليوم. كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية وأيضا مستلزمات المستشفى الميداني. بالإضافة إلى أن مدينة العريش هنا أيضا لازالت تستقبل الجرحى والمصابين، خاصة في مستشفى العريش الذي أعد ويعني تم تجهيز المستشفى لاستقبال الجرحى. نتحدث عن تجهيز أكثر من 220 سرير لاستقبال الجرحى المصابين، خاصة من الأطفال الذين بلغ عددهم أكثر من 50% من النوعية، يعني الفئات الموجودة من المصابين والجرحى في مستشفى العريش. بالإضافة إلى أن المعبر اليوم أيضا استقبل 6 مصابين، بالإضافة إلى 11 مرافقا للمصابين، بالإضافة أيضا إلى خروج مزدوجي الجنسية. اليوم كان هناك حركة كبيرة لخروج الرعاية الدول الأجنبية وأيضا مزدوجي الجنسية. نتحدث عن خروج 200 وافد من هؤلاء المزدوجي الجنسية، يعني ينتقلون عبر وسائل النقل الخاصة الموجودة خارج معبر رفح، والذي يعني تسهل عليهم عملية الانتقال إلى الوجهة التي يريدونها. بالإضافة إلى بالطبع يعني ما زالت ردود الفعل والإشادات الموجودة للجهود المصرية. يعني اليوم رصدنا بعض ممثلي إحدى الجمعيات الخيرية القطرية الموجودة أمام المعبر لرصد إدخال المساعدات أيضا وإيصال الصورة للعالم بالجهود التي تقوم بها مصر، وأكدوا على أن لولا المجهود المصري الذي تقدمه مصر في فتح المعبر وفي أيضا مطار العريش في استقبال الطائرات لما كانت كل هذه المساعدات موجودة وكل هذه الشاحنات. فوجهوا الشكر لمصر على كل هذه الجهود. وأيضا مدينة العريش حاليا يعني تشهد وجود عدد كبير من الوجود ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي الدول التي لازالت يعني ترسل المساعدات عبر مطار العريش وأيضا ميناء العريش لدخول هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. شكرا جزيلا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.